اسامه، عشان النقطه دي هامه جدا، معلش عايزين نبدا فيها مره ثانيه، لكن خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من استاد القاهره يقول لنا ماذا يحدث الان في استاد القاهره. اتفضل يا كريم. كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك يا كابتن اسلام، واهلا بكل مشاهدينا نجوم الاستوديو للتحليل. انا بطمنك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، بالفعل وصلت حافله النادي الاهلي لاستاد القاهره بعد معاناه كبيره جدا. نقدر اقول لك كابتن اسلام يمكن الطرق مغلقه تماما، كثافه يمكن مروريه كبيره جدا بسبب الامطار، سواء في مدينه نصر او في التجمع الخامس، الامر كان صعب جدا، لكن بمجهودات كبيره قدر يمكن قائد الحافله للنادي الاهلي ان هو يكون في طرق مختصره مع التامين، ووصل وصل بالفعل من خلال 3 دقائق كابتن اسلام مباشره لعيبه النادي الاهلي على الغرف في خلع الملابس للتجهيز ان شاء الله لانطلاق هذه المباراه. لكن النقطه الاهم كمان ان حتى هذه اللحظه حكام المباراه لم يصلوا ارض الملعب، وصول النادي الاهلي هو اول فريق يصل او اول الحضور يعني اللي يقدر نقول انه وصل لاستاد القاهره، في انتظار طبعا يكون في الطاقم على الحكام يصل، وفي انتظار ايضا كمان حافله نادي الزمالك. لكن انا بطمن كل جمهور النادي الاهلي ان بالفعل اتوبيس النادي الاهلي وصل، فريق النادي الاهلي وصل بالكامل والكل في هذه اللحظات في غرفه خلع ملابس التجهيز ان شاء الله للنزول الى ارض الملعب. الوقت مفيش وقت طبعا يا كابتن اسلام، فكده يكون التجهيز سريع جدا بالنسبه طبعا لللبس، بالنسبه للتربيط، الاسترداد، كل الامور دي هتكون في وقت قليل جدا، لان لابد كان يكون النادي الاهلي متواجد قبل كده بعدد كبير من الدقائق. لكن خلاص يعني نقدر نقول مع الحاله اللي كانت فيها بالفعل وصل للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله كابتن اسلام في خلال الدقائق القادمه نكون معاك ايضا كمان نقول التشكيل في حين ظهور او وصول نادي الزمالك، وايضا كمان في وصول طاقم الحكام الذي لم يصل حتى هذه اللحظه. تمام، اذا برضه التشكيل الرسمي لم يصدر حتى الان. لسه طبعا يا كابتن اسلام، يعني اكيد في انتظار النادي الزمالك، لان انت عارف اكيد النادي الاهلي مش هيعلن تشكيله الا في حضور نادي الزمالك، فلسه حتى هذه اللحظه لم يصل نادي الزمالك، لكن اكيد في خلال اللحظات القادمه اي مستجدات هتكون من خلال الملعب الاهلي ومن خلال كابتن اسلام. ارجو ان لو في اي حاجه جديده تبلغنا على طول وتكون معانا على الهواء مباشره يا كريم، عشان تقول لنا ماذا يحدث في استاد القاهره. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد. واذا النادي الاهلي هو اول الحضور من طاقم التحكيم وايضا من نادي الزمالك حتى هذه اللحظه. النادي الاهلي وصل الى ملعب استاد القاهره، ولكن طاقم التحكيم لم يصل، ايضا نادي الزمالك لم يصل حتى الان الى ملعب